يقول فضيلة الشيخ: أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح حدي ولم أصم، فما رأيكم بهذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصم، ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي. التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج من عامه، ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج. هذا هو المتمتع. نعم. ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له 3 شروط: الأول أن يكون، بل أكثر من 3 شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، فلا يجزئ الهدي من غيرها، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الثاني أن يكون بالغا للسن المجزئ، وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظأن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي. والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة. والخامس أن يكون في الحرم، أي داخل أميال الحرم، إما في منى أو مزدلفة أو في مكة، وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل. وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم، إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم، وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم، بل لا بد أن يكون الذبح في نفسه، أي فيما أدخلت حدود الحرم. وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل. يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم، يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل. وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة ببيوت مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام، ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرام أيضا. فحاضر المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه حج ولا صوم. هذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصم. نقول له: الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الحج وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم، فصم الآن 10 أيام ولو في بلدك. نعم، بارك الله فيكم.